القائمة اتسعت أسماؤها وحصرت في 50 لاعبا تحسبا لكاني كوتيفوار، لكنها لا تعني بالضرورة فكرة التواجد النهائي في البطولة القارية. تواجد بعض الأسماء صنع الحدث هذه المرة بإدراج عناصر كانت قد أسالت الحبر كثيرا مؤخرا في وسائل الإعلام ولدى الشارع الرياضي الجزائري. عودة يوسف ليلي للحسابات ضمنيا جاءت بعد تألقه مؤخرا، وكذا تواجد ياسين إبراهيمي الذي كان محل جدل واسع خلال الفترة الماضية، خاصة وأنه قدم مستويات كبيرة مع ناديه الغرافة. أمير سعيود هو الآخر كان ضمن الحسابات، خاصة أن الكثير تكلم عنه سابقا نظرا لما يقدمه في السعودية. عودة رئيس وهاب بولحية كذلك كانت سطرا من أسطر المتتبعين الذين وصفوا عودته بالمنطقية نظرا لخبرته الواسعة. الاسم الذي برز أيضا هو تواجد فوزي غلام الذي يعتبر لاعبا من الجيل السابق الذي مثل المنتخب الجزائري عبر الحقب الماضية. هي أسماء اتسعت بها القائمة، فترى كيف ستكون القائمة الرسمية؟ طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.